بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم يا من عز فارتفع ودان لعظمته كل شيء وخضع، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق البشر من تراب، يا الله يا الله يا الله، يا من هو قريب ممن دعاه. اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة، جمعتني وأنا وهذه الوجوه، فاجمعنا في دار كرامتك ومستقر رحمتك في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. رباه، هؤلاء آبائي إخواني وأبنائي تركوا الدنيا لك في هذه الليلة، أتوا لك وفيك حتى يجلسوا هذا المجلس الذي تذكر فيه يا الله. اللهم كما تركوا لك الدنيا فاجمع لي ولهم بين الدنيا والآخرة. رباه، فرج همومهم، نفس كروبهم، يسر أمورهم، اشرح صدورهم. اللهم بارك لهم في خلقهم وأخلاقهم وأعمالهم وأموالهم وذراريهم. اللهم اجعلني وإياهم هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. أهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية عطرة تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أشهد الله على محبتكم فيه فردا فردا، وإن لم أعرفكم بأسمائكم فقد جمعني وإياكم أعظم رابط، رابطة هذا الدين، رابطة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها يا سميع الدعاء. حديثي معكم هذه الليلة حديث عجيب، حديث الآيبين ووقفات التائبين. إنها سفينة النجاة، سفينة العودة إلى الإله. أدعو أحبتي، أدعو أبنائي وآبائي وأمهاتي وبناتي، كلنا في هذه الليلة أن نركبها، أن نصعد إليها. سفينة التائبين، جعلني الله وإياكم ممن يبحر فيها حتى يلقى رب العالمين. أحبتي، ما هو أعظم نداء وأفضل دعاء؟ إنه دعاء فاطر الأرض والسماء. يدعون كلنا، يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى التوبة، إلى الأوبة، إلى الرجوع. وهو العظيم، هو الكريم، هو الغني. الغني يدعو الفقراء، العظيم يدعو الأذلاء، الحي القيوم يدعو من كتب عليهم الفناء. يدعون جل وعلا هذا الدعاء في كل لحظة، في كل ثانية، وهذا الدعاء مستمر إلى أن يعود هذا الكتاب إلى ربه جل وعلا.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي يدعوك بأحب الألقاب وأشرف الأسماء، لقب العبودية أشرف لقب لك يا عبد الله يا عبدي، أطلقت وأطلق على من؟ على خير خلق الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ربه ومولاه. سبحان الذي أسرى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، نعم أطلق على محمد عليه الصلاة والسلام لقب العبودية، لذلك الله يدعوك بأحب لقب. قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا أي تجاوزوا الحد، تجاوزوا الحد في الذنوب، أتوا بذنوب قد تخلدهم في النار، أتوا بها وزيادة عليها. لا تقنطوا، لا تيأسوا. لماذا؟ لأنك تتعامل مع الله، تتعامل مع الرحيم الرحمن، تتعامل مع الكريم المنان، تتعامل مع ربك جل وعلا الذي إذا أتيته تمشي أتاك هرولة، الذي لو أتيته بقراب الأرض خطايا أتاك بقرابها مغفرة. إنه الله ويكفي أنه الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما أبرد جميعا على القلوب، لأن تغلق الباب على ذلك اللعين، على الشيطان الرجيم. يأتي إلى بعضهم يقول أنت أتيت بالفضائح، ارتكبت القبائح، عندك عظائم، ذنوبك لا تغفر. يقنط الناس، ييأس الناس، لكن لا، نحن نتعامل مع الله، مع الكريم، مع الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. رباه إني وقفت بباب جودك أطلب، رباه إني وقفت بباب جودك أطلب، ووقفت بالباب فمن عن فيض فضلك يحجب، رباه أنت خلقتني وإليك ربي أرهب، أرجو رضاك ورحمة يا رب إني مذنب، رباه أرجو توبة تشفي الكلوم وتذهب، وتطهر القلب فما أرجو سواك وأرغب. إنها طريق الفلاح، طريق النجاح، طريق الصلاح، فلاح في الدنيا والآخرة. من قال؟ إنه الكبير المتعال. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربك يدعوك، يدعوك حتى تفلح، حتى تنجح، تنجح النجاح الدائم، النجاح الذي يبدأ في الدنيا ويستمر معك في الآخرة في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. انتبه، انتبه،
انتبه من كل نوم أغفلك، انتبه من كل نوم أغفلك، واخش ربا بالعطايا جملك، تابع المختار واسلك نهجه، فهو نور من مشى فيه سلك، ثق بمولاك وكن عبدا له، إن عبد الله في الدنيا ملك، جدد التوبة على ما قد مضى من زمان بالمعاصي أشغلك، حاسب النفس وعلمها الرضا بالقضاء، وعصى هواها ترضى لك، خذ من التقوى لباسا طاهرا، فالتقى خير لباس يمتلك. كيف تصبح تائبا صادقا منيبا مخبتا؟ هناك من يدعي التوبة ويتشدق بالأوبة ولم يعرف ما هي التوبة، ما شروطها حتى يصبح تائبا حقا منيبا صدقا. التوبة هي ندم يعتصر القلب على ما كان من الذنوب والعصيان، التوبة هي إقلاع عن الآثام، عن المعاصي والإجرام، التوبة عزم ألا يعود إلى الماضي والخسران، إلى ما كان فيه من البعد والإعراض والحرمان. هذه شروط التوبة، هذه التوبة ندم على الفعل على تلك المعاصي، إقلاع عنها، عزم ألا يعود إليها. وقبل ذلك لابد من الإخلاص، أن تكون لله، لا يريدنا حظا من حظوظ الدنيا، أو أنه ما استطاع أن يقدر على المعاصي فقال تائبا، لا، لابد من صدق فيها، أن تقصد بها وجه الله وأنت قادر على المعاصي، قادر على الآثام، لكن وقفت ورأويت وانزجرت خوفا من الواحد الديان. يا من عصى ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في تنزيله، أبشر بقول الله في تنزيله، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هناك شرط رابع تنبه له، ما أسهل الأمور إذا كانت مع من؟ مع الله جل وعلا. أما إن كانت تلك الآثام والإجرام مع أخيك فهناك شرط رابع، تتحلل من مظلمته، من غيبته، من أخذ ماله، حتى تكتمل الشروط. إذن شرط هو الإخلاص، شرط وأنت صادق، شرط هو ندم، شرط هو الإقلاع، شرط عزم ألا تعود، وشرط أن تتحلل من حق أخيك، وشرط أخير أن تكون في زمن قبولها. زمن القبول تكون بأمرين، إما قبل أن تخرج الروح، قبل الغرغرة، نعم هذا زمن الإمكان الأول، أن تتوب يا عبد الله وأنت في الحياة، ليس إذا بلغت روحك الحلقوم، روحك الحلقوم قلت إني تبت الآن. والشرط الثاني أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، توقيتان، توقيت خاص بك وتوقيت خاص بالدنيا، أن تكون توبتك قبل أن تفارق الدنيا، وأن تكون توبتك قبل قيام الساعة. أسير الخطايا عند بابك واقف، أسير الخطايا عند بابك واقف، على وجل مما أنت به عارف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها، ويرجوك فهو راج وخائف، ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقى، وما لك في فصل القضاء مخالف، فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو ودي ويجفو المخالف. لئن ضاق عني عفوك الواسع الذي أرجي لإسرافي فإني لتالف. واعلم يا رعاك الله أن التوبة هي سبب عزك، سبب سعادتك، سبب رفعتك، سبب طمأنينتك، سبب نجاتك، سبب حسن خاتمتك، سبب دخولك الجنة. ثمار عظيمة للتوبة. عما أحدثكم؟ إن حدثتكم عن ثمار التوبة نحتاج إلى أيام وليالي، خذوا بعضها على أجل في هذه الدقائق. أعظم نعمة لك يا عبد الله، هل تعلم ما هي أعظم نعمة وأعظم منا؟ هي محبة الله. لست أعني أنك تحب ربك، النفس مجبولة، النفس السوية مجبولة على محبة خالقها، لا لا أعني هذا، أعني محبة الله لك، أن يحبك الله. هل تستشعر معنى هذه الكلمة؟ هل تحس بها؟ أن الله يحبك، أنك من أحباب الله، أن الله يذكرك، أن الله يسميك باسمك. يا أخوان عيشوا هذه المعاني، عش وأنت تمشي على الأرض هباءة، بل أقل من الهباءة في ملكه. والله العظيم مالك الملك يذكرك باسمك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فانفجر أبي بالبكاء يبكي، لأنه استشعر هذه النعمة. فقال وهو يبكي: يا رسول الله، أو سماني باسمي؟ قال: نعم. فازداد بكاؤه. نعم، يعرف هذه المنزلة، أن يذكره ربه جل وعلا. اسمع الكرامة، اسمع العز، اسمع الشرف. إذا أحب الله عبدا، في الحديث، إذا أحب الله عبدا نادى الله. واستشعر من المنادي ومن ينادي، استشعر من الذي ينادي ومن ينادي. ينادي جبريل: يا جبريل، يا جبريل، إني أحب فلانا، أحب محمدا، أحب خالدا، أحب فيصلا، أحب عبد الله. يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، يحبه جبريل. ثم ينادي في الملائكة، جبريل ينادي في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبه. فتحبه الملائكة: يا الله، الله جل وعلا يحبه ويذكره باسمه ويوصي جبريل عليه. فينادي جبريل بعد أن أحب ذلك العبد جبريل، ينادي ملائكة الله: إن الله يحب فلانا فيحبونه. فيوضع القبول له في الأرض. تأملت هذه النعمة، نعمة أن الله يحبك، أن الله يذكرك. بالتوبة تتحصل على هذه النعمة. من قال؟ الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين
ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما أعظمها من نعمة تتحصل عليها بالتوبة يا عبد الله، ثم تحققها بماذا؟ بالامتثال والطاعة. نعم، التوبة مفتاح طريق هذه النعمة محبة المولى جل وعلا، ولتحقيقها وحتى ترتقي فيها اسمع ماذا قال المولى عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي عليها. ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. تحقيقها في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من ثمار التوبة يا رعاك الله، من ثمار الرجوع تقطفها تلك الثمرة، ما هي؟ إنها السعادة، السعادة الأبد الحقيقية في الدنيا. لا ينالها إلا من ينالها؟ التائبون، الصادقون، المؤمنون، العائدون. تلك السعادة التي طلبوها، بحثوا عنها، أفنوا فيها الأرواح، أفنوا فيها الأنفس، بذلوا الغالي والنفيس، ظنوها في أموال، ظنوها في مراتب، ظنوها في زوجات، في أموال، في عمارات، في دنيا، في شهوات، في ملذات. لا، لن تجد السعادة الحقيقية يا عبد الله إلا إذا انطلقت من داخلك. من أسعد العين أو الأذن أو الفرج أو البطن، ما أسعد القلب لن يسعد ولن يجد السعادة الحقيقية. هذه سعادة، سعادة وهمية وقتية، حتى لو كانت وجد فيها لذة سرعان ما تنقضي وتتبعها حسرات وحسرات. لماذا؟ لأن سعادة ليست في الطريق الصحيح تعاسة. من قال؟ الكبير المتعال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه ثمرة الإعراض، ثمرة المعاصي. أما ثمرة الإقبال، ثمرة الإقبال والتوبة والرجوع والإنابة والخشوع والانطراح بين يدي رب العالمين. من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر. ما قال من جاب الملايين والمليارات وشهرة، لا، انظر وتأمل الضابط: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. من قالها؟ الله. والله لو قام البشر كلهم وقفوا في طريقه يريدون له الشقاء والعناء لن يستطيعوا ذلك، لأن الذي بيده الكون قال هذا سعيد فلن يشقى أبدا. من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيا نفس توبي قبل أن ينكشف الغطاء، أيا نفس توبي قبل أن ينكشف الغطاء وأدعى إلى يوم النشور وأجزع
فلله عبد خائف من ذنوبه تكاد حشاه من أسى تتوجع إذا جنه الليل البهيم رأيته وقد قام في محرابه يتضرع ينادي بذل يا إلهي وسيدي ومن يهرب إليه العاصي ويفزع قصدتك يا سؤلي وما لي مشفع سوى حسن ظني حين أرجو وأطمع فجد لي بعفو وامح ذنبي ونجني من النار يا مولا يضر وينفع بهذا ينال الملك والفوز في غد ويجزى نعيما دائما ليس يقطع ومن ثمار التوبة واسمحوا لي أتجاوز لأن الوقت قرب ينتهي الحديث معكم شيق وجميل يا من تجلسون أمامي ويا من خلف الشاشات لكن قد حدد لنا وقت لا نريد أن نتجاوزه لذلك اسمحوا لي أتجاوز كثير من الثمار مثل ماذا؟ مثل مغفرة الذنوب مثل استغفار الملائكة حملة العرش مثل ماذا؟ مثل الجنة وما أدراكم ما الجنة أقف فقط مع حسن الخاتمة حسن الخاتمة من ثمار التوبة من ثمار الرجوع من ثمار الأوبة والله لا أنسى قصة دائما على بالي ما أنساها يا أخوان قصة عجيبة وذكرتها في أحد إصداراتي قصة ذلك الشاب وهي قصة طويلة عن إعراضه وماذا كان يفعل من منكرات لكن أختصر الشاهد منها بعد توبته وأوبته أنه أصبح من الدعاة إلى الله أصبح من الدعاة إلى الله وهل هناك أسمى وأجمل وأشرف من هذه الوظيفة وظيفة الدعوة إلى الله قبيل المحاضرة كنت مع أحد الشباب في هذا الملتقى المبارك فكان يقول أنا ترى عملي بسيط عملي بسيط لستم من المشرفين الكبار المنظمين ولستم من الذين يفعلون ويقدمون قلت والله لا تدري من أعظم أجرا والله إني أحتسب على الله أن كل من وقف في هذا الملتقى والله لو قدم عودا أنه من الدعاة إلى الله نعم يدخل في هذه الآية وينال هذه التزكية ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كل من قدم وبذل أي جهد لا تحقر نفسك يا من على البوابة لا تحقر نفسك يا من الآن تنظم وتوزع الأوراق بإذن الله إذا أصلحت النية واحتسبت الأجر أنك بإذن الله من الدعاة إلى الله أشرف وظيفة وظيفة الأنبياء الله يجعلني وإياكم من أهل هذه الوظيفة نعود إلى ذلك الشاب أصبح داعية إلى الله بعد أن كان ماذا معرضا عن الإله انظر إلى ثمار التوبة والأوبة حبب له قيام الليل حبب له قيام الليل كان إذا استيقظ قبيل منتصف الليل قام مصليا في غرفته في مجلسه ثم قبيل الفجر يوقظ الزوجة تقول الزوجة ذلك اليوم ما أيقظني استيقظت أنا من نفسي بعد طلوع الفجر بعد شروق الشمس أتيت فإذا هو في المجلس حاولت الدخول الباب مغلق من الداخل طرقت الباب لم يجب قالت لعله صلى وأيقظني فلم أنتبه تقول صليت الفجر ثم عدت إلى نومي استيقظت قرابة الظهر ما أيقظني أتيت فإذا النعل أكرمكم الله حذاءه على الباب كما هو طرقت الباب لم يجب حاولت الفتح مغلق من الداخل اتصلت على عمه الذي أخبرني بالقصة عمه يقول عمه فأتيت إلى الباب أريد الكسر ما استطعت استعنت ببعض الإخوة والجيران كسرنا الباب كسرنا الباب يقول رأيت منظرا عظيما رأيت منظرا مهيبا لن أنساه ما حييت يقول رأيته ساجدا لله رأيته ساجدا لله فقلت له يا فلان كل هذه صلاة من البارحة إلى الآن تصلي يقول فلم يرد علي أتيت إليه لمسته يقول فسقط على جنبه الأيمن فإذا الجبهة يقول حمراء من كثرة السجود يقول على وجهه نور وعلى وجهه ابتسامة
كأنها ابتسامة حي وليست ابتسامة ميت. كان ميتا، مات وهو ساجد، مات وهو ساجد، مات في الثلث الآخر، مات وقت نزول رب البريات إلى السماء الدنيا، يقول هل من سائل فأجيبه، هل من تائل فأجيبه، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. المولى عز وجل في دنوه من خلقه، وذلك العبد في دنوه من ربه، دنو من دنو، مات في تلك اللحظات، قبض روح نفسه وروحه فاطر الأرض والسماوات. هذه ثمار التوبة، ثمار الرجوع، حسن الخاتمة. جعلني الله وإياكم ممن يحسن له المولى عز وجل الختام. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي، عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي. إلى من يشتكي، إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي. فويلي ليت أمي لم تلدني وما عصيتك في ظلم الليالي. وهنا ها أنا ذا عبيدك عبد سوء ببابك واقف يا ذا الجلال. فإن عاقبت يا ربي فإني محق بالعذاب والنكال، وإن تعفو فعفوك أرتجيه، ويحسن إن عفوت قبيح حالي. الوقت انتهى، حبي لكم لم ينتهي، شوقي أن أجلس معكم والله ما انتهى، لكن مقيدين بوقت، فسامحوني على التقصير، أجلي لازم ولا بد أن أقف حتى يستمر هذا التنظيم المبارك في فقراته القادمة. لكن أقول في الختام، رباه 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 اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، طهر قلوبنا. رباه نشكو إليك قلوبا قاسية وأعينا جافة وأنفسا ناثرة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم تب على التائبين وأنزل هداية من عندك على المذنبين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرم المكروبين واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا، أصلح مجتمعاتنا، أصلح أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم عجل بفرج المظلومين المستضعفين من إخواننا في كل مكان، وعليك بمن آذاهم يا قوي يا متين. رباه آمنا في أوطاننا، آمنا في الأوطان، وأصلح الأئمة وذوي السلطان، وانشر رحمتك على العباد والبلدان. الشكر المولى عز وجل أن جمعني بكم وأتى بي، ثم الشكر للقائمين على هذا التنظيم المبارك الذين يحتاجون دعواتك، يحتاجون دعواتكم ووقفاتكم ليستمروا في برامجهم، يستمروا في دعمي وإقامة وأوقافهم وتلك الأنشطة المباركة. ثم الشكر لكم أنتم على هذا الحضور وهذا الإنصات. أقولها أولا وأخيرا، أسأله جل جلاله أن يغفر لكم، أن جمعني، أن كما جمعني وإياكم في هذا المكان يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته في جنات عدن. جعلني الله إياكم ممن يتلذذ بنعيمها وبرؤية وجه الرحيم الرحمن الرحيم فيها. أسأله جل جلاله ألا يحرمني وإياكم أجر هذا المجلس، ونجعل ما قلت حجة لنا لا حجة علينا. أعتذر على التقصير، لكن تنتظركم فقرات مباركة هذه الليلة في هذا الملتقى المبارك، فلا تذهبوا بعيدا، انتظروا حتى أنتم يا من خلف الشاشات انتظروا. والله أعلم وأجل وأحكم، وصلاة وسلام على النبي الأكرم.